وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بك، حياكم الله. دعوة من لجنة التظاهر، اللجنة المنظمة للمظاهرات من الحركة الطلابية في ثورة تشرين، إلى مليونية طارئة، استجابة كبيرة وسريعة من الطلبة في مختلف محافظات العراق. كيف تفسرون هذه الاستجابة؟ نعم، بكل تأكيد كان طلبة الجامعات العراقية دائما في الموعد عندما يحتاج المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير وفي بقية ساحات الاحتجاج في عموم العراق إلى دفعة جديدة لمواصلة الانتفاضة العراقية التي بدأت منذ الأول من تشرين في العام الماضي. دائما طلاب الجامعات لم يبخلوا بجهد وبحضور وكذلك بالدماء من أجل رفض حركة احتجاج في العراق، وأخذوا دور المساند الحقيقي وكانوا بحق العمود الفقري للاحتجاجات والانتفاضة المستمرة في العراق. بل أن الانتفاضة التي بدأت منذ شهر تشرين قد ولدت من معاناة الطلاب وكذلك الخريجين، لأنهم كانوا أول من أطلق شرارة هذه الانتفاضة. لذلك دور الطلاب يأتي من صميم الهدف التي خرج من أجل هؤلاء الطلاب عندما بدأوا حركات احتجاج والاعتصامات أمام الوزارات العراقية المختلفة. ولو تتبعنا يعني خط مسير التظاهرات على مدى الأربعة أشهر الماضية لوجدنا أن الطلاب شكلوا وقود سير هذه التظاهرات ومحركها الأساس، بل إن سلاح الإضراب عن الدوام وتعطيل الجامعات شكل وما يزال يشكل ضربة موجعة للنظام الحاكم في العراق، والذي حاول بجميع الطرق إعادة الطلاب إلى جامعاتهم بالتهديد. وكذلك على ذكر النظام على ذكر النظام، النظام يقول أن هؤلاء الطلاب غير مؤهلين للعمل السياسي، ليس لديهم الوعي الكافي بالعملية السياسية أو بالوضع والمشهد السياسي في العراق، على الرغم من أن الطلاب الآن يشكلون يعني رأس الحربة في هذه الثورة، وخرجوا في المرة الأخيرة اعتراضا على ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء. يعني ما رسالة الطلاب السياسية للأحزاب والقوى والحكومة التي تعتقد ذلك؟ نعم، بالتأكيد يعني هذا القول يأتي في سياق مجمل التهم ومجمل الحملات الإعلامية المضادة التي شنتها أحزاب السلطة وشنتها كذلك الأجهزة الإعلامية الحكومية ضد المحتجين. تارة يسمونهم بالأطفال، وتارة يسموهم بالمراهقين، وأخرى يسموهم بالمتبتلين وغيرها من الأوصاف البذيئة التي صدرت من إعلام الميليشيات والإعلام الحكومي. نعم. وإذا كان القول ذلك فهذا الأمر ينطبق أيضا على رئيس البرلمان باعتباره أيضا شاب وعمره مقارب لعمر الطلاب المحتجين الآن في ساحات التحرير. نعم. إذا كان الأمر ذلك فإن طيب. هنالك شاب يقول أستاذ أحمد، نعم، خطة تشريعية في العراق. نعم، من أهداف المليونية اليوم رفع القمع الواقع على التظاهرات على يد أصحاب القبعات الزرق، لماذا برأيك يستهدفون الطلبة على وجه خاص؟ نعم، استهداف الطلبة على وجه الخاص كان من أجل يعني إفشال التصعيد الذي قاده طلاب الجامعات منذ أن نكث ومنذ أن طعن مقتدى الصدر وميليشياته بالمتظاهرين، وأصبح العدو الأول لحركة الاحتجاج وللشباب المعتصم في الساحات.
تصدى في الحقيقة لهذه الميليشيات المسلحة والتي جاءت بمؤامرة حكومية مع هذه الميليشيات من أجل طمع هذه الاحتجاجات. نعم. الطلاب كان أول من تصدى لهذه الميليشيات بصدور عارية، لذلك اليوم شاهدنا أن الكثير من طلبة الجامعات قد تعرضوا للضرب، وبعضهم أصيب بإصابات خطيرة لأنهم بحق كانوا يعني رأس الرمح لمواجهة ميليشيات مقهدة الصدر والرمح هذه. شكرا لك الصحفي العراقي من بغداد أحمد الجميلي.